الزهور هي إحدى أجمل وأرقى النباتات يلي بتزين الطبيعة وبتجذب الانتباه بألوانها وأنواعها المختلفة، الشيء اللي بيخليها تستحق الاهتمام والاحتفاء فيها. ومن هذا المنطلق افتتحت جمعية رواد البيئة بالتعاون مع مجلس مدينة جرمانا معرض الزهور 2023 بحديقة البيئة في جرمانا وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير. عملنا لأساسي يعني مراهنين على قصة إنه نضلنا موضوعنا مع البيئة، هو زراعة أقمنا كتير مع شغل، يعني الشغل بضمن المدينة ونحن كان لنا يعني نشاطات أخرى، بس ضمن المدينة هي زراعة الأشجار طبعا ضمن الأرصفة والمنصفات بالتعاون كمان مع المجتمع الأهلي ومجلس المدينة والمجلس. فنحن صلب شغل الجمعية هو موضوع البيئة والزراعة. الحقيقة النباتات الطبية يعني مهمة كتير بحياتنا اليومية، خاصة نحن كشعوب شرقية بنهتم بها الشغلات هاي. طبعا الفترة الأخيرة قل الاهتمام فيها بسبب الأدوية الكيميائية اللي أسرع، بس طلع إلى آثار جانبية كتير وضارة كتير يعني، فمشان هيك رجع الاهتمام بالنباتات الطبية. يعني وجود هذا الربط الفني التشكيلي مع معرض الزهور، مع حالة هالحرف اليدوية، حالة هالتفاعل هالناس، بيعطي تواصل مجتمعي. التواصل المجتمعي هذا بيغير مفهومنا للفن، انه الفن هو للنخبة او الفن هو حالي بس. ضم المعرض مجموعة من الفعاليات، منها تقديم عروض فنية وموسيقية وفعاليات للأعمال اليدوية، وتم افتتاح معرض الكتاب ومعرض جماعي للفن التشكيلي والعديد من الأنشطة المتميزة المرافقة للمعرض وسط تفاعل كبير من الزوار والحضور. حبيت شارك مع رواد البيئة بهي التجربة الحلوة، كانت مهمة كتير انه كان في كنا على تماس مباشر بيننا وبين الناس، يمكننا رسمنا لايف ولا حطيتنا أعمالنا، صار في هاي لغة الحوار وهاي الأسئلة اللي بالعادة الأشخاص العاديين ما بيسألوها عن الفن. فهاي التجربة عطت تقارب أكثر بيننا وبين العالم، صرنا نحكي أكثر عن موضوع الألوان، صرنا نحكي أكثر عن موضوع اللوحة، التكوين، الرؤية البصرية عند الفنان، تصميم أكسسوار، قلادات ريزين، تطبيق صور، طباعة وكريمات، كريمات هاند ميد، كله عندي هاند ميد، ما في مو هاند ميد. حتى يعني في حدا بيشوف موديل معين على اليوتيوب حابب يطبع من له اياه. منتجاتنا اللي عارضينها بهذا المعرض هي من شغل ايدي اطفالنا بمساعده المشرفين والمدربات. طبعا نحن اطفالنا هي اطفال توحد او صعوبات، فنحن بنعلمهم اول شيء كيف يبداوا بالشغل، وهن بوجود انه هن بينقلوا او بيحفظوا بالتكرار، فبيقوموا كمان بإعادة تدوير الأشياء وصناعة مثل ما نحن مندربها، فبيطلع عنا إنتاجات من أيدي أطفالنا الحلوين. شارك أنا بالأعمال اللي أنا مسويها، طبعاً أعمال غير مكلفة وهي متوالة في البيئة، أنا عم بستغل قطعة فنية مرتبة ويعني بوفر شوي تلوث على البيئة، وبنفس الوقت أنا بغني البيئة بهالقطعة الفنية الحلوة. تعد الفعاليات والمعارض فرصة للإضاءة على نتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال اليدوية، وأيضاً تذكير بأهمية الطبيعة والبيئة والاهتمام فيها والحفاظ على نظافتها.